أقرأ وأفهم. رصيدي الجديد. بعد أن قرأنا النص سأسألك ما معنى عصيبة؟ صعبة. اضطر. أجبر وليس له خيار. أجبر وليس له خيار. نباهة. فتنة. نباهة. فتنة. نباهة. فتنة. انقرضت. صارت غير موجودة. يظفر. يفوز. جيد. استخرج من النص العبارات الموافقة لكل معنى مما يلي. ستجنبني التعب والسفر. أين وجدت هذه في النص؟ تغنيني جهد العمل والاختراع. تغنيني جهد العمل والاغتراب. أتظن أنني أخدع بسهولة؟ أتحسبني مغفلا حتى أعطيك أوزتي فتنال الجائزة مكاني؟ نبحث عنها في النص. أتحسبني مغفلا حتى أعطيك أوزتي فتنال الجائزة مكاني؟ ابحث في القاموس عن معنى كلمة اغتنم. نبحث في القاموس. هذا القاموس. تعريف ومعنى اغتنم في معجم المعاني. اغتنم يغتنم اغتناما، فهو مغتنم والمفعول مغتنما مغتنم. اغتنم الجيش ما تركه العدو، أخذ الغنائم. اغتنم فرصة زيارة المدير ليطرح عليه مشاكله. انتهز. اغتنم فرصة وجوده بالمدينة فاشترى ما يرغب فيه. اغتنم الشيء عده غنيمة. اغتنم انتهز غنمه. بعدما تلخص هذه العبارة اعطيني ماذا وجدت في القاموس. اغتنم، ظفر بمال العدو، انتهز. وظفها في سياق آخر. اغتنم اللص غياب أصحاب الدار فسرقها. جيد. من هي الشخصية الرئيسية في هذا النص؟ الشخصية الرئيسية في هذا النص هي جحا. ماذا حل بالمملكة؟ حل بالمملكة سنوات جفاف عصيبة. جيد، بارك الله فيك. إلى أين سافر جحا ولماذا؟ ماذا اشتهى الملك؟ لماذا انقرضت الطيور بالمملكة؟ بماذا وعد من يحضره له لحم الطير؟ هل نجح الناس في الحصول على مطلب السلطان؟ سافر جحا إلى مملكة أخرى طلبا للرزق، أما الملك فقد اشتهى لحم الطيور وقد انقرضت الطيور لقلة القوت وندرته. وعد السلطان من يحضر له لحم الطير مكافأة يختارها بنفسه، ولم ينجح الناس في الحصول على مطلب السلطان. جيد، بارك الله فيك. ماذا أحضر جحا معه من السفر؟ أحضر جحا معه من السفر أوزتين. ماذا خطر بباله بعدما سمع بوعد السلطان؟ وخطر بباله أن يهدي السلطان إحدى الأوزتين لعله يظفر بجائزة قيمة، وذلك بعدما سمع بوعد السلطان. بارك الله فيك. من حاول منع جحا من الدخول إلى السلطان؟ لماذا؟ ما هي العروض التي عرضت على جحا للسماح له بالدخول؟
بأي شرط قبل جحا؟ هل كان يملك حلا آخر؟ هل أعجب السلطان بهدية جحا؟ كيف عبر عن فرحته؟ حاول الحارس منع جحا من الدخول إلى السلطان ليناله المكافأة، وقد عرض الحارس على جحا ضعف ثمن الإوزة، وقبلها عرض عليه أن يقدم الإوزة بدلا عنه، ثم عرض عليه في الأخير أن يتقاسم الجائزة معه، وهو الشرط الذي قبله جحا به لأنه لا يملك حلا آخر. أعجب السلطان بهدية جحا، فعبر السلطان عن إعجابه بشكره وطلب منه أن يطلب ما يشاء. بارك الله فيك. ما هي الحيلة التي استعملها جحا ليعاقب الحارس على فعلته؟ الحيلة التي استعملها جحا ليعاقب الحارس على فعلته هو أنه طلب تنظيف الحديقة القصر من الحشائش الضارة. ما هو رد السلطان على ما فعله جحا؟ انفجر السلطان ضحكا على ما فعله جحا، وسمح له بتنظيف نصف القصر، وأعطاه جائزة 1000 دينار بعدما عاقب الحارس بتنظيف النصف الآخر من الحديقة. بارك الله فيك. بين موقفك مما فعله جحا مع الحارس. موقف جحا مع الحارس موقف فيه الحيلة والذكاء، وهو موقف صائب وفيه مراوغة ذكية. اقترح حلا آخر للموقف الذي حصل مع جحا والحارس. كان بإمكان جحا أن يخبر السلطان مباشرة بما فعله الحارس ويعاقب الحارس دون أن يقوم جحا بتنظيف نصف الحديقة القصر، ولكن ما فعله جحا أكثر إقناعا للسلطان. ما هي العبرة التي تعلمتها من النص؟ العبرة التي يمكن استخلاصها من النص هي ضرورة استعمال الحيلة والذكاء أحيانا للوصول إلى الحق المشروع. بارك الله فيك. أثري لغتي. تضرب بعض الأمثال والحكم للتعبير عن تجارب سابقة، ابحث عن المثل ومضربه. معناه سأعطيك أمثال وأعطيك مضرب المثل أين يضرب. عندما أقول لك وعد الحر دين، وعد الحر دين عليه الوفاء بالوعد، وعد الحر دين الإخلاف بالوعد. الإخلاف بالوعد. وعد الحر دين الإخلاف بالوعد. لا 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 مش هكذا صح. وعد الحر دين يفي حق كفاه، أخلف من عرقوب، هو ربط بأسهم، أخلف من عرقوب، أبخل من أشعب، هي على شكل ربط أسهم، على شكل جدول، نديره على شكل جدول. نعم أقرأ سطر بسطر. وعد الحر دين عليه الوفاء بالوعد، أخلف من عرقوب، الإخلاف بالوعد، أبخل من أشعب، الشح، أكرم من حاتم، الجود، إنك لا تجني من شوك العنب، لا ننال من الأمور السيئة ما هو جيد. إنك لا تجني من الشوك العنب، من يفعل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيك. وانتهت الصفحة 117.